يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وهذه عندنا خيمة. خيمة شنو؟ مظلة، مو يلين كبيرة مثل الخيمة صايرة. مظلة قياس 2x3، سعرها 22 دولار. تعالوا نفتحها ونشوفكم إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرتون يحتوي على 10 قطع، أقل كمية ممكن تأخذ واحد كرتون. يا رب عليك. يلا عليها قوة هذه. راحت قوتك يا ياسر. يا الله، الخيم هذه هم رجعت على الخيم. المظلات هذه عندنا قياسات، عندنا قياس 2.5 في مترتين، سعرها 17 دولار، وعندنا قياس 3x2، سعرها 22 دولار، وعندنا قياس اكبر من هذه. فالشي روعه صراحه، قوه ومتانه، وتفيد بالحرارة من الشمس، وأيضا مطرية، يعني مطري شمسي، كلش حلو. الجودة مالته حلوة، الخامة مالته حلوة، شوفوها، خياط مالته مضبوط، الحديد مالته مضبوط، كلش حلوة، والجودة مالتها ممتازة، يعني مو شي خفيف. طبعا هنا تتكبر وتتصغر، يعني هسه نقدر نرفعها، نضغط هنا وممكن نرفعها بعد اكثر ونغلق هذا. انا هسه طولي تقريبا 185 او 187، نسيت، عرفت شلون؟ كلش حلوه. طبعا تجي بدون قاعده، يعني انت تثبتها على حسب المكان اللي تريده، عندك طاوله، شنو عندك، وين تريد تثبتها ثبتها، شو تريد تثبتها ثبتها. حلوه وقويه، وبنفس الوقت وزنها مو ثقيل، والحديد مالتها قوي، يعني مواصفات روعة تعتبر. نجي نصغرها بعد. الغلق والفتح مالتها سهل، بس الفتح مالتها يراد له شوية طاقة. الخامة مالتها كلش حلوة، شوفوها، هذا بطبقتين، هو طبقة بس ثخينة مو طبقتين، منها يصير فضي ومنها يصير غير لون. طبعا عندنا بيها هواي الوان، الاخضر والاحمر والازرق وغيره. الكرتون بيه 10 قطع، اقل كمية ممكن تاخذ واحد كرتون. تركيبها سهل وحملها سهل، والتنقل بيها هم سهل، مفيدة جدا. انت تريد تثبتها وين ما تريد تثبتها، ثبتها، ثبتها باي مكان وتستخدمها. شوفوها، ومن تخلص من عدها سهلة، بس تلفها بهالطريقة هذه وخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله، مع السلامة.